اهلا بيكو. اخر حاجة الحقيقة عايزين نتكلم عليها واحنا بنتكلم في المحاضرة دي عن البروجكتس وايه الخصائص بتاعتها وكده، هو ايه الفرق او ايه اللي بيميز ما يسمى بالبروجكت عن ما يسمى بالبروسس. اوكي، اولا هنا بس بسرعة احب بس اقول ملاحظة، انا كتير في كلامي بخلط ما بين كلمة بروسس وبزنس. اوكي، بروسس وبزنس في حاجات كتيرة بينهم وبين بعض متشابهة، لكن هما حاجتين مختلفتين، بروسس مانجمنت غير البيزنس مانجمنت، لكن نقط الالتقاء بينهم كبيرة كفاية ان انا لو استخدمت الكلمتين بدل بعض يعني ابقى مخطئ بس مش مخطئ قوي، على عكس ما لو خلطت ما بين كلمة بروجكت وبزنس او بروجكت وبروسس. في الحالة دي الغلطة تبقى من الكبائر يعني، اوكي، تبقى غلطة مش حلوة. فتعالوا مع بعض بسرعة نبص ايه اللي نقصده ببروجكت فيرسس بروسس، والحقيقة مش هلاقي احسن من الرسمة دي تقول لنا ايه الفرق ما بين البروجكت والبروسس. زي ما انتم شايفين البروجكت له نقطة بداية ونقطة نهاية يوصل من هنا لهنا، البروسس مستمر. عشان كده ده يمكن الحاجة المشتركة قوي ما بين البروسيس مانجمنت والبيزنس مانجمنت، هي الاستمرارية والتكرار. طبعا التكرار ده معاه تحسين في الأداء ومعاه تطوير ونمو، ده مفروغ منه طبعا، لكن لما نيجي عايزين نفرق بينهم قوي، لا، بيزنس ستيبل بيزنس او ستيبل بروسيس اللي عملناه امبارح بنعمله النهارده هنعمله بكره بنفس الطريقه، فيري جود كواليتي، كيبينج ذا كواليتي، زي ما الايزو بيكلم مثلا انك تعمل الحاجه اللي بتعملها تكتبها واللي مكتوب تعمله، اوكي، ويتش از سايكل. بينما البروجكت طبعا برضو له كواليتي، لكن البروجكت دايما ايه له اخر. ومن هنا ده التفرقه الرئيسيه بينهم. برضو البروجكت مثلا لازم لما تتعلم فيه حاجة جديدة، تعلمت غلطت غلطة او عملت حاجة واكتشفت انها مش دي الكويسة، الدروس اللي بتتعلمها في البروجكت عادة بتستفيد بيها في البروجكت اللي بعديه، لكن البروسس ده كونتينيوس زي خط الانتاج، او لو بنتكلم على بيزنس انت بتتعلم وتصلح وانت شغال، ما بتوقفش الشغل علشان تعيد التنظيم ولا تشوف هتعمل ايه، ولا الدروس بتستنى لما الشركه تفلس عشان تستفيد من الدروس اللي فلست فيها الشركه فتبني الشركه احسن and so on. لا، المنطق مختلف. هنا بس احب انبهك نقطه، انا قلت من شويه الدروس اللي بتتعلمها في البروجكت بتستفيد بيها في البروجكت اللي بعديه، ده الاغلب. في شوية حاجات هنتكلم عليها إن شاء الله قريب في المحاضرة الجاية يمكن أو اللي بعديها، بتستفيد بالدروس في البروجكت اللي أنت فيه، لكن في وقتها نبقى نتكلم عليها. جنرال سبيكينج دروس المشروع بتستفيد بيها في المشروع اللي بعديه مش في المشروع اللي أنت شغال فيه. يبقى احنا كده بسرعة وضحنا الفرق بين البروجكت والبروسس. الفرق طبعا في حاجات كتير ممكن تتقال وتتقري comparing project to process، لكن الحقيقة انا ممكن اكتفي بالرسمة جست علشان اوضح الفكرة. تاني بقول لكم احنا الكورس بندي مبادئ واساسيات، ويهمني نطلع من الكورس ده عندنا الكونسبتس واضحة، التفاصيل كتيرة ولسه هتاخد وقت ان شاء الله على ما تتعلمها، لكن اذا كانت الاساسيات كويسة التفاصيل بعد كده بتبقى سهلة باذن الله. ارجو ان نكون كده عرفنا ايه البروجكت، ايه الكاركترستكس بتاعته، وايه الحاجات اللي بتفرق بينه وما بين البروسس، علشان كده احنا خلصنا المحاضرة بنتكلم فيها عن البروجكت، وان شاء الله المحاضرة الجاية نتكلم عن البروجكت مانجر بقى. شوف في المحاضرة الجاية إن شاء الله.